ونحن في ختام كلامنا يا اخواننا انا اقول لا زال على التحدي مع احمد داود ولا اسمه ده، لا زال على التحدي معه الى ان يرث الله الارض ومن عليها او يموت هو او نموت نحن. لكن ما دام قاعدين في البلد دي اكتب التلفون، نحن بنكتب لكم في الشجره دي فوق التلفون بتاعنا، متى ما جاء احمد داود التلفون فوق، اعمل مسكول بس ولا تلفون، مسكول فقط. نحن بنجي نوري لك احمد داود ده النجوم بالنهار ان شاء الله تعالى. ده ما عنده حاجه شيخك ده، عشان تعرف الحقيقه انه ده راجل فاشل وراجل عاطل وما عنده دليل لا من كتاب ولا من سنه. كويس؟ الان انت اي صوفينا انشدوا لي يا شيخك جيبوا لنا، 3 ساعات بنرجعوا، 4 ساعات بنرجعوا، 5 ساعات بنرجعوا في المحل هنا. قاعدين راجلين لك. امشي ابقى نجي ادق له، عشان تعرف انه راجل فاشل وما عنده حجه لا من قران ولا من سنه. عشان كده يا اهالي جلقني تعرفوا الحقيقه. الحقيقه الان الهاربين منا الصوفيه انه شيخ عباره عن دجال. وصيه القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.